انا كنت بقول لكم من زمان ان في كل مشكلة تقول ربنا موجود ومسيرها تنتهي. كله للخير. ودي عبارة وردت في الكتاب المقدس في الرسالة الى روميا اصحاح 8. كل الامور تعمل للخير للحسن للذين يحبون الرب. فاللي بيحب ربنا يشعر ان كل حاجة تعمل خير. وربنا بنقول عليه صانع الخيرات. وفي صلاة الشكر بنقول نشكر صانع الخيرات الله لكم. فربنا لا يعمل الا خير. ان كان جاي لك خير اهو مر الخير. وإن كان جاي شر ربنا إما يمنع الشر لإما يحول الشر إلى خير. لازم كده. عشان كده بنقول في سفر الجامعة نهاية أمر خير من بدايته. لأن النهاية لابد تكون خير. صدقوني حتى من بدء البشرية لما ربنا خلق آدم وحواء كانوا في منتهى البساطة والنقاوة، ما يعرفوش حاجة من مسائل الجنس دي. لما أخطأ آدم وحواء بدأت عينيهم تتفتح وبدأوا يعرفوا مسألة الجن. صحيح خطية آدم كانت شر وكان عاقبتها الموت، ولكن نتيجة الخطية دي أنهم طردوا من الجنة وبدأوا يخلفوا أولاد في بيت أبيه. اما اللي حصل له من الشر انتهى به لانه اصبح الثاني في المملكه والمتسلط على كل ارض مصر، والناس يقولوا ويسجدوا عند قدميه. وقال لاخوته انتم فعلتم بي شرا والرب اراد خيرا. والعباره دي ما زالت مسجله، انتم اردتم بي شرا والرب اراد خيرا. صحيح ان ربنا يحول الشر الى خير.